اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك. لا تشكو للناس الهموم فإنهم على ما بهم منها قسوا وتبلدوا، ولا تجزعن إن الصروف دوائر يطول الأسى طورا وطورا يبدد، ولا تبعدن إن الحياة قصيرة وكل امرئ فيها طريد مهدد، ودع عنك لوم البائسين فما لهم على البؤس من عون وصمتك أجود. قالوا حينما يصبح الإنسان سريع الغضب تأكد بأن هناك شيئا قد أتعب قلبه.